يا جماعة، شايف الناس بدأ بدو العدد يبقى ما بطال 10 أفار. نبدأ بكري ولا كيف؟ اي It's اي start right. الساعة 6:24 I think أيوة. I should start. أيوة. طيب يا جماعة، السلام عليكم وشكرا جزيلا. وأنا في كلام قلته قبل لكن لازم أعيده، مهم جدا. إنه السيشن دي أساسا بتقدمه معانا الدكتورة إيمان أبو المعالي، المسؤولة عندكم في الشبكة في كلية الهندسة يعني. وأنا بستعمل الـ Open Educational يعني الريسورسز دي من زمان يعني، بستخدمها وبذكرها أثناء السيشنز بتاعت الإي ليرنينج إن جنرال. بقول يا جماعة في ريسورسز وريسورسز كويسة، لكن ما حصل جهزت فيها توك يعني. فلما حضرت التوك مع دكتورة إيمان، صراحة الأورجنايزيشن بتاعه عجبني جدا يعني، التقسيم بتاعته والحاجات اللي استخدمتها تو ديليفر ذا مسج وكده. وقمت رسلت لها ايميل ورسالة، قلت لها يا أخي ثانك يو فيري ماتش فور ذا سيشن، اي وود لايك تو يوز الماتيريال اللي انت جهزتيها دي اعمل بيها سيشن هنا عندنا في جامعتنا يعني. فوافقت مشكورة، لكن قالت لي بالمناسبة انت ما تقدمها برضو لتصلك، قدمتها في السعودية، ما تقدمها لناس معمار ديل يعني برضو، انها الايام دي شي از فيري بيزي وكذا. قلت لها والله اي ويل تراي. فيعني الموضوع اول حاجة موضوع بيرميشن، ثاني حاجة يعني موضوع قد اكون بعمله لاول او للمره الثانيه، فقط اتحدث عن هذا الموضوع في شكل بتاع سيشن ونبدا على بركه الله. اول حاجه انا اعمل شيرنج سكرين طيب، وابدا بذا فيرست وان. هي كانت مقسماه لاربعه برزنتيشنز، نبدأ بالأولى منهم، وكل واحدة المفروض تاخد لها around half an hour، لكن احنا بنختصرهم على أساس إنه already نحن مضى قريب نص ساعة من الموضوع يعني. الموضوع عن حاجة غاية في الأهمية يعني، اللي هي إنه في ال last decades ظهرت movement على أساس إنه تتيح الادوكيشنال ريسورسز للناس يعني، تخليها سورت اوف اوبن ما مقفوله يعني. وظهر الطرح بتاع الاوبن ادوكيشنال ريسورسز دي. فطالما نحن نتحدث عن ديستانس ليرنينج، بيكون جميل جدا لو اتعرفنا عن هذا الكونسبت وهذه المصادر وين موجوده وكيف نحصل عليها. ولكن الاهم من كده، ما هي القوانين اللي بتحكم الاستخدام بتاعه ده الموضوع. هي مقسمة هذا الموضوع بتاع Open Educational Resources لأربعة مستويات. المستوى الأول زي مقدمة Understanding OER Open Educational Resources. بعدها في موضوع مهم جدا، الجانب القانوني في الموضوع يعني، موضوع Copyright Levels والكاتيجوريز حقت Copyright. أي أستاذ فاكولتي في جامعة بهمه جدا يعرف المستويات دي، على اساس انه المستويات دي عشان يعرف كل مستوى ويتعامل معاه بهذه الطريقه. السكشن الثالث سكشن مهم جدا، انه في برضه في اللاست ديكيد ظهرت لايسنسز كده اسمها الكرييتيف كومونز لايسنسنج، ودي موضوع الناس حقه تعرفه لانه دي بتحكم كثير جدا من الاوبن ايدوكيشنال ريسورسز. اخيرا موضوع عن how to find them, where and how to find these open educational resources and how to evaluate them when you find them. بنبدأ بالجزء الأول اللي هو what are open educational resources. طبعا الموضوع شوية فيه تداخل مع حاجات كثيرة يعني. في ناس بيقولوا هل ال research papers تعتبر educational resources؟ Yes indeed. فإذا موضوع اللايسنسنج ده ايضا يغطي الساينتفك بابليكيشنز، يغطي اشياء كثيره جدا. فنحن كده خلينا نشوف المقدمه بتتكلم عن شنو، انه بنهايه this particular section مفروض تكون انت قادر على الديفينيشن اوف اوبن education resources وات ار ذي. بعدين في when authors and creators make it
open, they give you a number of permissions. ال permissions these are the five permissions كلها بتبتدي بحرف ال R. So you need to know these five permissions. And also you need to identify some examples of the open educational resources types, انواع المختلفة. و انه دوره شنو؟ يعني the open licensing plays in open educational resources. انه في licensing معين بيمكننا من استخدام ال open educational resources من غير تخوف من الملاحقة والمعاقبة يعني. واخيرا باختصار انا هذكر الفوائد بتاعه الاو اي ار للستودنتس والستافز للفاكولتي اند الانستتيوشن. الحاجه الاولى من ناحيه ديفينيشنز, وات از اوبن ايدوكيشنال ريسورسز. عاده الناس لانها بتتكلم عنها في زمن التقنيه يعني بنتكلم عن ديجيتال ريسورسز. يعني اول ما نقول اوبن ايدوكيشنال ريسورسز وي ار توكين اباوت ديجيتال educational resources. و digital يعني any type of file. ممكن تكون ميديا, ممكن تكون موسيقى في سي دي, ممكن تكون موسيقى في شريط يعني. فاذا digital mainly or any type of media. زي ما ذكرت قبل شويه, for teaching, learning or resource or research or resource. ديل تكون ال open ديل إما teaching resource أو learning resource أو research resource. نفرق بين teaching and learning. مثلا أنا لما جيت عشان to deliver التوك ده وقلت أجهز نفسي لازم أقرأ عنه شوية. فإذا في open educational resources أنا هستخدمها عشان أنا ذاتي أتعلم منها, والطلب ممكن يتعلم منها من غيري يعني. دي هنا learning, لكن ممكن اشيلها ذاتها وادرس بها يعني. ادرس بها ده تيتشي, او اشيلها واستخدمها في الريسيرش سواء كانت تمبلتس او ساينتفك نوليدج او اي حاجه. فدي كلها تعتبر اوبن ايدوكيشنال ريسورسز. طيب عاده بتكون موجوده في البابليك دومين او البروتوكولز, انترنت بروتوكولز, وديل بالذات بيسموهم الاوبن زي 5 ارز, وديل ان احنا اللي هنركز عليهم الاخيرات ديل اللي هم اوبن ذات 5 ارز اللي هم زي ما قلت لكم ذا 5 بيرميشنز اللي كلها بتبتدي بحرف الار. امثله لذلك طبعا التكست بوكس والكورس كوريكولا, ميديا, سيميوليشنز, سول بروبلمز الى اخره. انا هعيد القائمه دي تاني بالتفصيل لانه هي جايباها ده بتفصيل اكتر يعني, لكن ده جنرال سبيكينج. اذا لمينا الكلام ده في ديفينيشن, هي قالت عجبت ديفينيشن بتاع ناس تكساس, قالوا open educational resources means a teaching, learning or resource. Resource that is in the public domain or has been released under an intellectual property, IP, الجبال ديك intellectual property license that permits the free use, adaptation and redistribution of the resource by any person. ده التعريف بتاع open educational resources, the Texas definition. فاذا هنا في كلمتين ان احنا later on هندي we shed more light عليهم. يعني شنو public domain ويعني شنو الملكية الفكرية intellectual property. حتى لو open intellectual property معناها انا بحتفظ ببعض ال intellectual property, بعض الحقوق, وبديك permissions for free use. والpermissions دي هم سموهم the 5 R's. طيب أمثلة, الأمثلة listed مثلا أنا ممكن ألقى syllabus جاهز, في جماعة اجتهدوا وعملوا syllabus وأشيل syllabus ده واستفيد منه أعمل زيه يعني. في it's an open, خصوصا إن هم ادوني الرخصة يعني. Lesson plans, learning modules, course design templates, library guides. لو لاحظتوا ديل كلهن ومعاهم ال policies and procedures documents. ديل إذا متاح إنه أنا استخدمهم, ديل بستخدمهم for planning. عندنا ال discussion prompts, ال course videos, ال simulations, ال lab experiments, ال books. ديل I can use them for teaching. ال assignments وال assessments I can use them for assessment. إذا عندي group that I can use for planning. And the group that I can use for teaching and learning.
find the groups that I can use for assessment for different types. في أشياء إضافية لو لاحظتوا دي كلها يعتبر material زي ما resources، لكن في tools and facilities الناس أضافوها later on على أساس إنها برضها تعتبر نوع من ال resources، ودي أنا I will shed more light عليهم اللي هم شنو tools and facilities اللي قلناهم قبل شوية. ديل هم resources بمعنى أنهم documents في الغالب العام أو different types of media، digital documents or media. لكن في كمية هائلة جدا من ال tools and facilities which are offered free of charge under and also under intellectual property licenses that you can use for teaching. طبعا جزء منهم بيكون offered free لكن بمحدودية على أساس إنه على to attract you، ويقوم يقول لك if you want to move to premium أدفع كده عشان تمشي premium. لكن المساحة المتاحة المجانية المتاحة الـ open resource افتكر كافية جدا and we can benefit from them tremendously. عندنا مثلا عندنا free learning management systems زي المودل ده. المودل ده is free it's a facility، هو resource بمعنى facility وليس resource بمعنى material that I'm going to use for teaching and learning and I'm going to use it to facilitate the process of teaching and learning. فعندي ديل برضو يعتبروا open educational resources لأنهم tools and facilities. في tools and facilities that can be used for sharing and communication. For example, Dropbox, Google Drive, iCloud. ديل أنا بستخدمه for communication, for sharing. وبالتالي هم يعتبروا الآن educational resources. If you can use them for free, then they are open educational resources. في applications apps، ودي في مجموعة ضخمة من الابس. انا السامبل اللي جبتها سامبل بسيطة جدا يعني the tip of the iceberg، لكن لانهم they are being used هنا عندنا في السعودية فانا بفتكر انه it is good to know a sample of these two applications used for monitoring and interaction، وانا هستخدم منهم واحدة اليوم عشان نجربه على ارض الواقع. في ايضا tools used for feedback and surveying and surveillance اللي هو for polling، تسأل الطلبة رأيهم والفيدباك. وافتكر كلكم بتعرفوا the free part of survey monkey ولا جوجل فورم etc. فاذا في tools that I can use for surveying and the collection of feedback ديل برضو يعتبر. اذا لو لاحظتوا بالاضافة للresources ككونتنت يعني كميديا في facilities وفي tools ايضا they are offered under licenses يعني free for use and they can be considered as open educational resources. ناخذ منهم just امثله. طبعا المثل الاساسي عندنا في learning materials ضرب مثلا احنا عندنا في الطب حاجه اسمها كين هاب. ناس كين هاب ديل they give you some of their material free of charge under creative commons licenses، وهنعرف later on هذه الكرياتيف كومون لايسنس. لكن عندنا موضوع الاستورج اند شيرنج زي جوجل درايف. عندنا حاجه اسمها سيمبالو دي بيستخدموها فور اورجنايزيشن عشان تكون اورجنايزد. في حاجه بيستعملوها فور كولابوريشن زي الدودل زي اللاتكس. وفي حاجات بيستخدموها فور انتراكشن اند ايفالويشن وانا ام جوينت تو شيد مور لايت اون ذس لانه وافتكر انها مهمة جدا. وحنستعمل ده بالذات اللي هو اسمه Poll Everywhere حنجربه الليلة اذا يعني نجحنا في هذا الموضوع. ديل بالاضافة ل courses يعني انا مش الماتيريال مش ماتيريال كتب فقط و PowerPoint presentations و videos و interactive material وكده، ممكن يكون a whole course that I can use for inside my course when I used it. يعني أنا أختار لي MOOC اللي هو Massive Open Online Course وأضمنه في الكورس بتاعي وأخليهم يحضروه هناك في هارفارد ولا whatever وأقوم أعتبره لهم part of my course. ويعني فإذا عندنا Massive Open Online Courses من أكبر ال institutions اللي بتقدم Massive Open Online Courses is Coursera، لكن في كمية كبيرة جدا.
منهم الام اي تي، لكن الباقيات كورسيرا ويوديمي ويفرسيتي ويوداسيتي وخان اكاديمي فيوتشر لير، ده كلهم بيقدموا اوبن ماسيف اوبن اونلاين كورسز ذات يو كان يوز از هول كورسز. طبعا يو كان اولسو يوز بيتس اند بيسز من بعضها زي الام اي تي دي اوبن كورس وير، دي عندهم كورسز جاهزه ممكن تاخدها كامله، وعندهم برضو بيتس اند بيسز بيسموها ريوزابل ليرنينج اوبجكتس، وده اللي انت يو كان داونلود ان يوز، وليتر اون هنعرف مور ديتيلز. طيب as examples لمواقع فيها كميه من الـ من الاوبن اونلاين كورسز، في حاجه اسمها ريدي تو ادوبت كورسز. ريدي تو ادوبت يعني الكورس جاهز وانت يو جاست ادوبت ذا كورس. فعندنا ساني اوبن ايديوكيشنال ريسورسز سيرفيسز، ديل عندهم كميه، خلينا نشوف بس الموقع حقهم. نصني ديل بيدوك شنو؟ حاجة اسمها ready to adopt courses، وتختار انت مجالك شنو، technology ولا humanities ولا social sciences ولا شنو، وتختار الكورس والكورس is ready to adopt وتاخده طوالي وتستعمله يعني. كمية من الكورسز ready for use. فدي example لكورسز ready for use. زي ما قلت لكم MIT open courseware واحد من المواقع المشهورة جدا. لما نحن إيمان كلمتنا عملت لنا الإكزامبل بكيميكال إنجينيرينج، وطلعت البروسيس كنترول سيستمز ديبارتمنت، وطلعت ليست بتاعت كورسات، الكورسات دي يو كان يوز ذيم إن يور كورس. هنرجع تاني لـ MIT أوبن كورس وير دي لأنه مهم جدا نذكركم له مرة تانية. عندنا الليرنينج مانجمنت سيستمز، ومن أشهرها طبعا مودل. It's a facility, it's a tool that you can use for teaching and learning and it is free. في واحد تاني اسمه كاميلو، وكاميلو ده برضو زي موديل free of charge. وعندنا open edX وعندنا canvas، ده كلهم بالمناسبة free. لكن الناس موديل لانه بدأ هو اول، ما بدأ اول ولكن انطلق وانتشر بسرعة وبقى فيه عنده ناس كتار جدا شغالين فيه وكده، عشان كده الان هو adopted in around 70 or more, 170 countries وكده. في tools انا قلت لكم just examples used for interaction and monitoring and evaluation. في حاجه مثلا اسمها teacher kit. It's an application. You download it to your computer, your iPhone, your pad, your phone, your pad, your kida. ودي used to facilitate and manage the various aspects of education. في حاجة اسمها Kahoot، ودي gamification of learning. استخدموا games. It's a game-based learning platform that makes it fun to learn. عندنا حاجة اسمها Explain Everything. ودي شايف بكري بيستخدم له كاميرا كده وبيرسم في الهناء والكاميرا. فدي It's a virtual whiteboard. ما بتحتاج ل real whiteboard وتكتب فيه. It's a virtual whiteboard, an online interactive whiteboard application where people share and learn without boundaries. عندنا Poplet بيشبه ذاك ولكنه helping students learn visually and creatively. يعني Poplet يعني بيختلف شوية من explain everything، إنه فيه إمكانيات بتاعت interaction و wikiing، الناس يشتغلوا مع بعض وكده. عندنا تاني حاجه اسمها فوكس فوت دي ان كلاس انتراكشن اند اسسمنت. يعني انت شغال في المحاضره ودار تتاكد انه الناس متابعين معاك ولا ما متابعين، زي الفوتنج بتاع ذا فويس في التلفزيون. يعني بيدوا الناس في التلفزيون جهاز وبقوم هم من الجهاز ده هنا في التلفون، وكل واحد يفتحه في التلفون، انت بعد ذاك تطلع لهم السؤال هم يجاوبوا. الليله هنستخدم واحد من النوع ده اسمه بول افري وير. فانا بعدين هطلع لكم سؤال واقول لكم يا افتحوا في اللابتوب يا افتحوا في التلفون، ادخلوا الانترنت اكسبلورر ولا كروم ولا اي واحد واكتبوا كذا 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 وجاوبوا لي على السؤال. هنجربوا بول افري وير دي. عندنا واحد تاني اسمه سكراتيف. سكراتيف دي برضو وانت شغال ممكن تعمل ريفيوز ستودنتس اندرستاندينج ات ذا كلاس. واخيرا عندنا كويزلت.
وواحد اسمه كويزالايزر، كويزالايزر، وفي انواع كثيره بتاعت كويزز بتعملها اثناء المحاضره عبر الباوربوينت او حتى الاونلاين ديليفري اوف ليكتشر. عندنا الفيديو كونفرنسنج ابلكيشنز، قلنا بس نذكرها لنكمل بها الصوره وعشان الفت نظركم لنقطه مهمه جدا، انه some of them are free، some of them are open educational resources. انتم بتعرفوا ديل ويبكس ومايكروسوفت تيمز وتيم فيور وبيج بلو بوتون وزوم وجيت سي وادوبي كونكت وجوتو ميتنج وجوجل ميتس، ديل اشهر الفيديو كونفرنس ابلكيشن. لكن الحاجه اللي قد تكونوا ما عارفينها انه بيج بلو بوتون وزوم وجيت سي وجوجل ميتس ديل كلهم فري اوف تشارج، ديل كلهم فري اوف تشارج، فاذا they can be considered as open educational resources. عندنا السوشيال نتوركس فري، والان السوشيال نتوركس كلها بدات يعني تكونسيدر موضوع انه اليوز ان اديوكيشن، وبدوا يدخلوا امكانيات وفاسيلتيز ودايركت ستريمينج وكده، وخصوصا بعد الجائحه دي الفاسيلتيز في فيسبوك فيهم كلهم، كلهم بدوا ياخدوا موضوع التيتشنج ثرو سوشيال نتوركس انتو كونسيدريشن، وبالتالي كل الحاجات دي بقت فيها اديوكيشنال facilities that can be used for education. حتى تويتر أضاف facilities، كلهم حتى يوتيوب بقى فيه streaming وبقى فيه كل حاجة. فإذا السوشيال ميديا can also be used in education. دي الفكرة العامة، دي الفكرة العامة. الفوكس بتاعنا في باقي السيشن هيكون عن الأوبن educational resources اللي هي عبارة عن learning material that can be used either for planning, for teaching, or for assessment, or even governance management. وفي ديل نفسهم الفوكس على الماتيريالز that are offered as OER بالمعنى بتاع انهم they are free with the 5R permissions. ال5R permissions نذكرهم الان على الماشي، لكن نغطيهم بصورة مفصلة بعد شوية. إنه whatever you find وهو licensed as an OER معناها you can return، تحتفظ به forever، ما في زول بيجي يقول لك جيب الحكاية دي، لا خلاص it is yours، تمام، تلا داونلود بقت خلاص you can retain، you can reuse في أي setting بأي طريقة، you can remix، you can use it بأي طريقة، تضيف له وتنقص منه وكده، you can revise، تراجعه تنقص كده، and you can give it to others, you can redistribute. There is one of the 5 R's of the OER. يعني they are free with 5 permissions. بنديك 5 permissions تصرف، يعني حق التصرف. يعني نبدأ بالريتين. الريتين معناها you can make own and control copies of the content. You can download, you can duplicate, you can store, and you can manage. Reuse, you can use the content in a variety of ways. يعني يا أجيبه في المحاضرة وأشغلها، أو أخدتها أديها لهم يشتغلوا بها in study group، أو أخدتها في ويب سايت، أو أبقيها فيديو، أخدتها في learning management system. I can reuse بالطريقة اللي أنا أراها مناسبة. I can revise، يعني ما ضروري أستعملها زي ما هي. I can adapt, I can adjust, I can modify, I can alter the content itself. I can update في معلومات، المعلومات انا بشعر انه والله المعلومات الجوا دي في معلومات جديده، I can update them. I can translate it للغه ثانيه وهكذا. I can remix، remix معناها اجيب حاجتين ادمجهم مع بعض واضيف لهم حاجه من هندي وهكذا. فاذا I can create something new by incorporating the content into a mashup. واخيرا I can share the copies of the original content. الريفيجنز او الريمكسز او اي حاجه نتجت من التعامل مع الاوبن اديوكيشنال ريسورس دي انا استخدمها واوزعها للناس كمان. اذا ان شورت يو كان ريتيرن ميك ان اون ا كوبي، ميك يعني او اون ا كوبي، يو كان يوز ان وايد رينج اوف وايز، يو كان ادابت موديفاي اور امبروف، يو كان كومباين تو اور مور، اند يو كان شير ويز اذرز. الكلام ده بالمناسبة any material، حتى دي طلعوا the 5 keys to open textbook، كاتبين ده في حتة اسمها opencontent.org، قال نفس الحاجات لكن فصلوها على الكتب، انه الكتاب ممكن تعمل له وممكن تعمل له وممكن تعمل له نفس الخمسة permissions. طيب مين ممكن يستخدم
open EAR. Of course, students, faculty can use them. Of course, they can share, create videos, worksheets, syllabi, textbook, whatever. What طلبة, they can use them and share them and create from simple assignments to full textbook. ممكن برضو. وبالمناسبة في طلبة, بالمناسبة في طلبة في السودان يعني جمعوا material open access أو open educational resources وألفوا منها كتب وأنتجوا كتب يعني. فبرضو الطلبة نفسهم they can make benefit from OERs. وأخيرا librarians, وطبعا librarians دي المفروض يعرفوا open OERs دي وين. يعني احنا آخر session, آخر part, آخر section of this talk is about where to find them يعني. فمفروض اللايبرينز يتخصصوا في الحكاية دي ويتثقفوا زيادة ويكون هم يدوا دورات تدريبية ويعملوا يعني ادفايس للناس احسن الـ OERs موجودة وين وكده. طيب these resources where do you go to learn about them؟ فإذا في مواقع, أنا حوريكم المواقع, هي في نفس المواقع دي هتلقى open education resources دي. أنا هغطيها في السكشن الأخير, لكن أنا الآن داير أجيب هنا ووريكم واحدة من الفاسيليتيز اللي هي اسمها poll everywhere. poll everywhere, والpoll everywhere دي you can design في poll everywhere دي different types of interactive material. يعني مثلا في multiple choice, في word cloud, في question and answer, في checkable image, في survey, open-ended competition, زلط شايف كمية رهيبة جدا من الأشياء. أنت you can design them and this facility is free of charge. طبعا free of charge بمستوى معين, بعد كده أنت you can upgrade. لو ملاحظ قال لك upgrades, لكن حتى الجزء البسيط المتاح أنا أفتكر كفاية جدا وحنجربه الآن. طيب الآن شايفين أنا عندي لكم سؤال عن الموضوع اللي أنا تطرقت له في العشرين دقيقة الفاتت دي. Which of the following best describes OER? Free of cost and having an open license, sourced from a reputable publisher, available in high resolution formats, free to view online, ولا فري زايد بيرميشنز. فانا دايركم تدخلوا على, سواء كان في التلفون او في الكمبيوتر, تدخلوا على polev.com/عبدالمنعم E558. بستناكم شويه, لما تدخل بديك فرصه تصوت فصوت وحتطلع لنا النتيجه طوالي immediately. هنا I want you to try this. ممكن تكتب لنا على شنو قلت؟ بول اكتبها لكم في الشات كويس؟ اكتبها في الشات اهي. طيب شات polev.com/عبدالمنعم E258. خلاص في الشات, just click on it أو copy and paste it في الإكسبلورر في التلفون أو في ال أو في الكمبيوتر. أرينا في الشات يا. رسلنا في الشات هاي.
يا دكتور، ايوه لما دخلت وعملت واخترت الحاجة اللي عايزة أصوت لها ايوه بذنب ليه clear last response؟ ليه بيقول لي كده؟ كيف كيف؟ انا ما شايف الناس دي قاعده بيقول تصوت. لي clear لا، ما انت الحاجات اللي فوق دي، ما خلاص انت صوتي كلير ريسبونسز، ده على اساس انه ده ايوه خلاص خلاص الموضوع انتهى، ودايرين نفضيها نخليها من اول وجديد يعني. طيب. غير كده مساء الخير برو. اهلا، مساء النور. بالنسبه للصوت هو فوق كاتب ريسبونس ريكوردد غادي فيها، لو لاحظتي هي شكلها كلير اذا ده غير رايك ولا لو ده لا تغير رايك، لكن فوق كاتب ريسبونس ريكوردد فوق مكتوب. ايوه شفت لمحتها. طب ملاحظين في ناس غيروا الراي، وديتهم فرصه. في ناس كانوا عملوا الاولى، ولما شافوا الناس تحت الاي جره، لما شافوا الاي جره غيروا. نلحق نغير يا زاد. يا دكتور الان. مرضي، ايوه انا كنت عايزه اعتذر هسه لاكرم عشان كنت بتكلم معاه وكان كهربته قاطعه. ما عايزه اقول لكم انه اكرم ما هيحضر عشان كهربته قاطعه، بس قبل ما اقول بدقيقتين ظهر. شحنت وخشيت. كويس. شكرا يا غادي دير. طيب، ده انتوا دكتور دي واحده من الاوبن educational resources that you can use for interaction. يعني it's a facility and not a resource ككونتنت، يعني ما learning material. It's a learning facility. فبتستخدمه لو لاحظتوا حاجه ممتازه جدا. الواحد اثناء ما هو شغال في وهي بتنزلها في الباوربوينت، وبتطلع في الباوربوينت، والنتيجه بتاعتها في الباوربوينت، والناس ممكن طوالي توريهم النتيجه وتوريهم انه تقوم تزعل تقول يا جماعه الناس اللي جاوبوا قالوا فري تو فيو اونلاين ديل. يعني اول حاجه بالمناسبه فري زايد بيرميشنز دي از بامبر ستيكر، يعني ده الديفينيشن وظهر اكثر من مره، معناها ده مفروض يو بيك ات بلايندلي يعني. والسؤال which of the following best describes، لانه ما قلنا describe ساي، ممكن تقول it's free to view online صح، لكن the best description انها it's free زائد 5 permissions. ده definition of open educational resources. في اتفضل مايكل. هو انا دخلت على هناك جست هي كليك واحده كده، لكن ما في حاجه يعني اوتوماتيك بيظهر لك انت انه انا جاوبته، لانه بعد ما اي كليك بعد ما انا اي كليك جاتني حاجه يعني do you want to create your own presentation، دي حاجه شكلها دعايه. هو داير يسحبك عشان انت يقول لي ايوه، وسجل سجل for fill everywhere، واعمل حساب ويوزر نيم وباسورد، وتعمل له داونلود، تعمل له سيت اب في كمبيوترك عشان يبقى بلجن في 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 باوربوينت. كده انا باوربوينت شايف، دقيقه بس، ده الباوربوينت ما شغال كويس. انا بس اقول الكلمتين ديل واوقف البرزنتيشن. دي المراجع يا جماعه اللي جابتها الدكتوره ايمان كمراجع للموضوع دي، ومراجع ممتازه جدا. وبعدين ذكرت حاجه في النهايه كوبي رايت، عن الكوبي رايت وعن الاتريبيوشن، ودي اللي هنناقشهم في السكشن الثاني، دي مراجع لهم يعني. واذا عندكم اسئله اسالوا الان، خلونا نمشي للسكشن الثاني. نوقف الباوربوينت عشان اوريكم. لو عينتوا هنا في المنيو ايتمز، بول ايفريوير اضيفت للمنيو ايتمز هي دي، وهنا انا بضغط كده وبقول له بعد كده اتعامل مع المنيو بتاعه، اقول له انا اي ونت تو كرييت ا نيو كويشن، ولا دار تو انسيرت من واحد من القدام، لان ممكن اعمل اي سؤال انا اعمله بكون محفوظه عندي في الاكونت بتاعي اونلاين. فلو دار اجيب سؤال منهم من الموجودات اونلاين بقول له انسيرت، لكن لو دار نيو اقول له نيو، لو دار تو كلير ذا ريسبونسز من هنا اقول له كلير ريسبونسز، وهكذا. فاذا لما نقول لك دار تسجل، دار تعمل انت يور اون بول، دار كده قول له يس 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 واستخدموه. معلش انا على الانترنت بتاعتنا تعب، بس ان شاء الله مسجل الكلام ده. مسجل، هاي مسجل بالضبط، مسجل السيشن. لا سجل مسجل، هاي مسجل.
وبعدين الباور بوينت موجوده في 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 الموديل، لكن انا عملت شويه موديفيكيشنز فحارفع عليكم دي بالاضافه للاصليه يعني. اوكي وبتظهر في لحظتها مباشره في 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 البرزنتيشن يا دكتور. انت ما شفتها؟ انت هسه ما شفتها؟ انا شفتها لكن ما مصدق، بس قلت انا اتاكد قلت ماكو غلطه. ايوه في واحد تاني اسمه فوكس فوت بنفس الطريقه، فوكس فوت برضو سجلوا فيه واستخدموه، كل واحد عنده الخواص اللي بتخليه مميز يعني، فوكس فوت وبول ايفريوير. طيب نمشي للسكشن الثاني اللي هم النواحي القانونيه للموضوع اللي احنا بنتكلم عنه دي، وهي يعني دكتور ايمان هنا رصدت الليفلز اند كاتيجوريز اوف كوبي رايت، ودي اور سكند برزنتيشن. ده السكند سكشن، وفي السكند سكشن هنعرف طبعا يعني شنو اوبن لايسنس، ونفرق بين الماتيريالز ذات ار اول رايت ريزيرفد ان ذا بابليك دومين وال openly licensed. ملاحظين اذا بدات تظهر لنا في حاجه اسمها all right reserves و public domain و openly licensed. وعندنا الفور فاكتورز اللي في حاجه اسمها fair use او fair factors، فعندنا دي ال objectives of this part of the presentation. نعرف الاول، اول حاجه copyright دي شنو، اللي هي intellectual property الملكيه الفكريه. الكوبيرايت is a form of legal protection. وبالمناسبة انت عملت اي حاجة، نشرت بيبر، نشرت كتاب، عملت فيديو، it is automatically protected by copyright في اغلب الدول automatic. الا انت تقول لا يا جماعة انا داير افتح الحكاية، ما داير تكون مقفولة. فاذا دي legal protection بيكفل الموضوع، provided to the authors of original works of authorship including literary, dramatic, music, artistic، كل الكلام دي automatically copyrighted بالقانون. وبتلقى الكلام ده موجود في قوانين الدول، انه اي الملكية الفكرية تشمل كل شيء ينتجه اي مبدع، سواء كان ادبي او educational او موسيقى او فن او كده. ده تعريف copyright. ولكن copyright دي اعلى درجة، اللي هي حاجة محمية بالقانون حماية تامة. بعد كده انت كأوثر او ككرييتر مبدع خلقت شيء، ممكن تتيح مساحات. المساحات دي اما تخليها كوبي رايت، والكوبي رايت مربوطة بها حاجة اسمها فير يوز. يعني الكوبي رايت ماتيريال ذاته انت بتكتب all rights reserved، لكن you can use it fairly، وهنشرح الفير يوز دي. او you want to open it لكن ببيرميشنز محدده، بلايسنس تحدد انا فاتحها لياتو درجه يعني. او انا داير افتحها تماما احطها في البابليك دومين. اذا حطيتها في البابليك دومين وما كتبت اي حاجه معناها انا دي دائره في البابليك دومين اوبن تماما يعني. اذا عندي اربع مستويات، كوبي رايتد ويز اول رايتس ريزيرفد، او كوبي رايتد ولكن يو كان يوز ات فيرلي وحنوضح، ولا open ولكن with a license. ونحن هنتكلم الليلة بالذات عن ال creative commons licenses، وبعدين ال public domain اللي هي حاجة مفتوحة تماما. نبدأ بال copyrighted. ال copyrighted زي ما ذكرنا في definition it's a legal protection automatically provided to authors of original works of authorship. أي creator بيعمل أي حاجة automatically بتكون، وتلقى في مكتوب لك إنه you cannot copy, you cannot modify, you cannot distribute, you cannot display. دل الأربع الحاجات، you cannot copy, you cannot modify, you cannot distribute, you cannot display. دي all right reserved. وأي حاجة من دل تعملها بسموه infringement of copyright. أنت هنا معرض للمساءلة القانونية. وall right reserved, no permissions is granted. الخمسة اللي نحن قلناهم دي كلهم ممنوعات. مثلا لو فتحت موقع في الخرطوم هتلقى في الويب سايت كاتبين لك all rights reserved، يعني اي حاجه في موقعنا ده انت ما تستعملها نهائيا. طبعا اهو دي
كوبي رايت ريزيرف كوبي رايتد، بعدين بنلاقي السيمبل بتاع دايره وعليها حرف السي كوبي رايت اول رايت ريزيرف 2021 يونيفرسيتي اوف خرطوم اول رايتس ريزيرف. كلام واضح جدا. هل ده بس تكتب انت بس ولا بتمشي؟ لان عندي حاجه الويبو الملكيه الفكريه وتسجل. لا لا لا، ما بيسجل الملكيه، ما بيسجل حاجه، بس تكتبها كتابه. بتكتبها كتابه دي شنو؟ دي الحاجات اللي انت خدتها في الانترنت. لكن قولي اخترعت لك حاجه، دي ما لازم تمسك تسجلها مش؟ ايوه، لو عندك براءه اختراع. لكن لو انا عندي ماتيريال مثلا عملت لها كومبايليشن في فيديو ولا اي حاجه، براءه اختراع وخطيتها وانت كوبي رايت، كوبي رايت وور رايت شيء، ايوه معناته ما بس اكتبها كتابه اكيد اوتوماتيك. انت قلت ايوه I need to go and action or certain procedure عشان to say this is حاجات. في حاجات مثلا الكتب بتعملها عبر الببلشر مش كده؟ ايوه الببلشر هناك بيعمل، لكن بيمشي بسجل. انا ما بسجل يعني، بكتب الكتاب بس. بسجل اي بسجل، هو كهنا بسجل بكل. هتلقى انت في الكتاب ذاته انه مسجل وين يعني. حتى احنا مثلا في السعوديه عندنا حته بسجلوا فيها انه الكتاب ده خلاص كوبي رايتد اول رايت ريزيرف ذا اوثر وكده والببلشر. ده الكوبي رايتد. طيب ايه حكايه فير يوز دي؟ طيب انت نشرت لك كتاب وانا لقيت فيه زي باراجراف كده فيه مشكله، فانا داير اعمل لك كوتيشن او داير انتقده او داير اعلق عليه او كده، ده هنا مسموح لي بقى، اسمه فير يوز. فاذا الفير يوز to freely use portions of copyrighted materials for purposes of commentary and criticism. معناه الحاجة هي copyrighted، لكن أنا مسموح لي أستخدم منها portions عشان أعمل commentary عليها أو أعمل لها criticism أو critique. لكن you have to define أربع حاجات. أنت ليه شايلة؟ لشنو purpose of use والnature of use أنت لشنو يعني، والكمية اللي انت هتاخدها والإفكت on the market تذكرها. ومش كده وبس، you might need permission لانك تعمل الحكاية، على اساس انه اذا انت قلت صفحتين يمكن تكون كثيرة، لا انت تكتب للأوثر تقول لي يا اخي انا I'm going to use two pages من كتابك دي لانه انا I want to comment على الجانب النظرية اللي انت طارحها دي او whatever. فدي موضوع الفير يوز. الموضوع بتاعنا الاساسي الليله هو الاوبن لايسنس، انه انا داير اعمل لايسنس للموضوع، داير ادي لايسنس، واللايسنس دي داير اخليه اوبن ايدوكيشن ريسورس، يعني داير اخليه فري ويز بيرميشنز. لكن البيرميشنز نفسها في بعض الريستريكشنز انا داير احددها وكده. فالاوبن لايسنس هو عباره عن سيت اوف كونديشنز ابلايد تو ان اوريجينال ورك ذات جرانت بيرميشن for anyone to make use of that work as long as they follow the conditions of the license. يعني أنا بحدد conditions معينة، وهنشوف بعد شوية these conditions. فده هنا بيبقى شنو؟ open license. أشهرهم طبعا والحاجة المعروفة لدى الناس حاجة اسمها creative commons licensing، وده السكشن الثاني هنفصل في creative commons licensing بعد ما نخلص من الديفينيشن بتاع الأربع مستويات دي. طيب عندهم طبعا رموز معينة، والرموز دي هنشرحها لما نتكلم عن Creative Commons، وكل رمز بيعني حاجة هنشوف معاني هذه الرموز. أخيرا والرمز بتاع دائرة فيها زيرو دي Public Domain. Public Domain معناه is free، المطلوب منك فقط تعمل Citation، يعني يقول الحكاية دي الصورة دي رسمه فلان أو الكتاب الحاجة دي عمله فلان الكتاب ده نشر فلان، just citation. هنعرف بعد شوية الفرق بين citation والattribution لما نتعرض لكلمة attribution لقدام شوية. طيب دي هنا إذن الأربع أنواع: public domain free for use by anyone for any purpose without restriction under copyright law. ده لما تخطها في public domain. public domain دي is the purest form of open or free since no one owns or controls the material in any way.
الاكزامبل في ريبوزيتوريز كثيره, في اركايفز كثيره مكتوب فيها انه العمل ده اكسبايرد ورك ولا اسايند تو بابليك دومين باي ذير كرييترز, يكتبوا كده ونوت كوبي رايتبل تايتلز نيم شورت فريزز سلوجانز فاميلي, حاجات بقت خلاص كومن يوز, فخلاص دي بقت اي زول ممكن يستخدمها, دي موجوده في البابليك دومين اللي هي دايره فيها زيرو. دي الأربعة مستويات تبدا من the most restricted هي copyrighted اللي هي all right reserved, بعدها fair use اللي هو نفس copyrighted لكنها تستخدمها بحدود معينة, open license ودي حنوسع فيها, والpublic domain completely free. طيب يلا ده سؤال, in the US نقط 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 is automatic and does not require registration, ده شنو؟ Copyright is automatic في أمريكا. طيب works for which copyright has expired or which were created by the federal government are in the when the public domain. طيب أنا لاحظت هناك مثلا في UK الأغاني مثلا بتاع بوب مارلي. أيوة. أي زول free to make CDs and sell them. هذه بالضبط كده. لأنها مكتوبة عندهم في الـPublic تمام Public Domain. هم عندهم 25 years حتى لو copyrighted. بتبدأ. الـ old books مثلاً أيوة الـ old books بتاعت ناس Charles Dickens and like anybody can adapt. ممتاز. Work for anybody can. تبقى Public Domain تمام. طيب دشنو is a copyright principle based on the belief that the public is entitled to freely use portions of copyrighted material portions for purpose of commentary and criticism. Did you know? The fair use. When a creator not a work, they are giving the public explicit rights to reuse the work under the terms of these laws. You know, in another term, here and here. When a creator. License a work, they are giving the public the explicit right to reuse the work under the term of those licenses. مش كده؟ licenses. طبعا برضو دي المراجع في تلقوها في الباوربوينت, وده ما ظهرت معنا المرة دي. أيوة. Under the fair use license. يلا يا جماعة فاتحين هنا لسا. All everywhere. Under the fair use license. Licensees can use the book or resource freely but fairly. Users can use limited content for quotation and critiquing only. A user can modify content but fairly. Teacher can use content for teaching as long as they acknowledge these use through attribution. والناس بدأت تجاوب.